هاي، انا اسمي جوفين جورج. انا دلوقتي هعمل البروجكت بتاع ديت اند تايم. ماشي، اول حاجه انا همشي سكين. ماشي، البروجكت جي طرف الحرف جي. ماشي، كل جي هاشتاج ديت ماشي. أول بروجكت المفروض أنا بعمل إيه؟ بعمل أول كلمة input data. ماشي، انا هعمل ناو وكل ديت تايم دوت ديت تايم دوت تايم ناو. بعدين هعمل تاني ودي هعمل نو مانس نو دي مانس دي بعدين نيت ماون مانس بعدين دي جمنت بعدين ستكون بعدين فنتي ستكون. ياخي ياخي بعدين هعمل بعد هالسن دوت بعد النص يتوقفي بعد هم سن ناو بعد في من بس hours.
هعمل اخر حاجة بقى ممكن غريبة. أنا عاوز أعمل مطعم مثلا عاوز أعرف هي الساعة كام دلوقتي، بعمل إيه، بعمل حاجة سهلة جدا، بكتب كلمة دي أقوم was مرة أغير الرقم مثلا خليه هو مثلا خلي بدل إيه مانس نعمل نوت ماشي. وبعديها هنا أنا بعمل بانير بانير وكو وزر
بس قولي مش عارفة تعرف ايه بالنهاية تعرف ايه في مشكلة في البايثون غلط أوي. اللي حصل بص انا بدوس اهو بدوس بيعملش حاجة في مشكلة في البايثون ايه سلم ايدك يا عم شكرا دول دلوقتي فعلا في مشكلة انا مش عارف اصلا ما عمل لك ايه ممكن حط اللون ده بيجي جيت حاجة ناو بقى بس تايم
البني آدم ده زعلان من المسؤول، يا عم حقك عليا. زعلان من حاجة تانية، زعلان من كلمة كلام ده. يا عم حقك عليا. حقك عليها يا باشا. ايه اللي حصل ده؟ قلتك؟ لازم نعمل نفس الحركة الرابعة. شكرا يا عم، مالها منك؟ ما انت بتتلكع اخر تلكيه. مالها منك؟ مالها يا عم؟ ماشي اوكي، هو ده بقى المشروع بتاعي. باي باي.